حصاد الجنوب، أهلا بكم. بعث رئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي برقية تعزية ومواساة إلى سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وذلك في وفاة الشيخة سهيرة الأحمد الجابر الصباح. الرئيس الزبيدي عبر في البرقية عن خالص تعزي وعظيم المواساة لسمو الشيخ مشعل الأحمد وآل صباح كافة ومشاطرتهم أحزانهم بهذا المصاب الأليم، سائلا المولى تعالى بأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه. قال عبد العزيز الشيخ القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي رئيس قطاع الإذاعة والتلفزيون بالمجلس: إن أي عملية سياسية تتجاهل المعطيات الماثلة على أرض الواقع مصيرها الفشل. وأوضح في تغريدة على منصة أكس أن السلام الحقيقي والمستدام لن يتحقق ما لم يستند على قاعدة صلبة أساسها إيجاد حلول حقيقية لقضايا الصراع المحورية في المنطقة، وفي مقدمتها حق شعبنا الجنوبي في استقلاله واستعادة دولته الحرة المستقلة كاملة السيادة على حدود ما قبل 1990 المعترف بها إقليميا ودوليا. انطلقت بمحافظة حضرموت فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثاني للعلوم الأساسية والتطبيقية والتكنولوجيا اليوم الثلاثاء في جامعة حضرموت بشعار الإبداع في العلوم والتكنولوجيا نحو مستقبل عالي تطور. ويشارك في المؤتمر الذي يختتم عمله غدا نخبة من الباحثين من عدد من الجامعات ومؤسسات البحث العلمي المحلية والإقليمية والدولية من أكثر من 20 دولة من مختلف قارات العالم، إضافة إلى 90 باحثا علميا من جامعة حضرموت. عقد اليوم الثلاثاء بمديرية الحد اجتماع موسع ضم رؤساء القيادات المحلية للمجلس الانتقالي ومدراء عموم مديرية يافع الثمان. الاجتماع كرس لمناقشة سبل تعزيز الجهود والتلاحم والحفاظ على أمن واستقرار يافع وحشد كل الجهود والإمكانيات لدعم القوات المسلحة الجنوبية المرابطة في الجبهة. نهاية الحصاد لهذا اليوم، إلى اللقاء.